السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنكمل معكم هاد الراندا هادي. أنا كنت بديتها معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، نكملو هنا فين وقفنا الخدمة. ملي كنوقفو الخدمة هنايا كتبقى عندنا هنايا 6 العوينات وهنا 9، وحتى هنا خاص تبقى عندنا هنا 6 وهنا 9. بارمة الحرير على 3 الشعرات، الألوان كلهم مبرومين على 3 الشعرات. غنخدم بالبر النمرة 5 أو النمرة 6. نبداو بسم الله. غادي نخدمو بالطريقة اللي خدمنا بها في الأول. هنا كانت عندنا الفي، حتى هنا راه عندنا في. غنبداو بهاد المربع هذا. ملي كنبغيو نهزو هاد 6 ضربات كنثبتو الحرير هنايا، نهزو هاد العوينة ديال الحرير ونهز هاد 6 ضربات اللي عندي هنا. هسه هادو هما 6 ضربات بحال هاد المربع هذا. غنعاود نرجع فيهم، ما كنزيدو ما كننقصو، غير غادي نرجعو في هاد 6 ضربات. صافي، ملي كنوصلو لهنا ما نزيدو ما ننقصو، نشد هنا ونعاود نرجع مع السطر عادي. صافي، غنبقى غادي بهذه الطريقه اخواتي، نمشي مع هاد 6 العوينات ونرجع معاهم حتى نخدم هاد المربع. خاصني نبقى نخدم حتى يوليو عندي هنا 6 العوينات. نحسبو هاد العوينات اللي عندنا هنا، ها وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. صافي، ملي كملت 6 العوينات غنحبسو الخدمة هنايا. هنا درت 6 وهنا 6. دابا بلا ما نركب هاد الخيط هنايا، لأن غنبدا باللون لاخر، إلا شديت هاد الخيط في هاد العوينة وركبت فوقو واحد غتجينا هاد الضربة غليظة. غنوقف هاد الخيط هنا وغنخدمو هاد اللون هذا. هنا في الاول كنت خدمتو بالصفر، دابا غنخالفو الالوان، غنخدم بهذا الغوز هذا حتى هو مبروم على 3 الشعرات. غادي نثبت الحرير هنا، نهز هاد العوينه ديال الحرير. صافي، ونهز هاد 6 العوينات. ملي نبغي نهز هاد 6، هاد الخيط هذا غير كننزلو لتحت وكنزير هاد الضربة الاولى. صافي، ما كيجيش بين حتى من بعد، ونعقدوه واحد العقيده ونقطعوه. نهز هاد 6 العوينات. غنبقى نخدم في هاد 6 العوينات حتى يوليو عندي هنا 3 وغنحبس.
صافي هنا بقيت كنخدم حتى ولاو عندي هنا ثلاثة العوينات. دابا غنشد هنايا ونهز غير ثلاثة، غنهز النص. هادشي علاش قلت لكم في البداية ديال الفيديو نبداو هنا الزواقة بالعدد اللي تقسمنا على جوج. هنا بديت بستة، غنقسم غنهز غير النص، وحدة جوج هاد ثلاثة، نرجع في هاد ثلاثة صافي. هنا بقيت كنخدم حتى ولاو عندي هنا ثلاثه العوينات. غندير هاد المربع هذا باللون ديال الثوب. هنا بالنسبه لهاد المربع درنا ليهم غير خويطات قصار، كنخدموا بهم وكنقطعوهم. دائما ملي كنبغيو نخدموا هاد ثلاثه العوينات تنثبتوا الحرير هنايا. نهز هاد العوينه ونهز هاد ثلاثه العوينات، وحده جوج هاد ثلاثة، نعود نرجع في هاد ثلاثة العوينات. هاد الطريقة أخواتي بس سهلة، كنبقاو نخدمو نفس القياس، ما كنزيدو ما كننقصو. صافي هنا ولاو عندي ثلاثه العوينات، غنخدم هاد ثلاثه ونحبس الخدمه هنا. صافي بلا ما نشدو هنايا كنخدمو غير هاد ثلاثه، نحبسو الحرير هنايا. دابا غندوزو لهاد الجهه هادي. قبل ما نخدم هنا غنخدم هنا باش ندي هاد اللون كامل. انا هنا راه كيف ما سبق ليا وقلت لكم في الفيديو الاول، انا راسمه هاد الزواقه هنايا فراه كنتبع عليها، ودرنا بان كل مربع تساوي ثلاثة ضربات. نتوما يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو. دابا خدمنا هاد المربع هذا وخدمنا هنا. قبل ما نخدم هنا، لان هاد اللون غندي حتى لهنا، خاصني نخدم لي هاد اللون هذا باش نصيف بين شد هذا. دابا غنرجعوا لهنا ونبداو هاد الخدمه هنايا. هنا في الاول بدينا بهاد الغوز، دابا غندير هنا الصفر. حنا خالفنا الالوان، غنهز هاد تسعة ضربات كلهم، نثبت الحرير هنا، وعندي هنا تسعود، غنهز تسعود. تنشد هنا هاد التاسعة صافي، ونرجع مع السطر. ملي كنوصلوا لهنا كنشدوا هنا في الرانده وكنرجعوا عادي بحال كيف ما درنا هنا. غنبقاو نخدموا حتى يوليو عندنا هنا ثلاثه العوينات، عاد نحبسوا. صافي انا بقيت كنخدم هنا حتى ولاو عندي هنا ثلاثه العوينات. دابا غنهز غير ثلاثه، نشد هنا في هاد العوينات هادو اللي عندي هنا، وغنهز ثلاثه، واحد جوج هاد ثلاثه، ونرجع معاهم وغنبقى نخدم حتى نوصل لهنا. انتما نتبع هنا على الرسم،
غندي هاد اللون حتى نوصلو لهنا فوق هاد المربع هذا اللي عندي هنا، عاد نحبس عاوتاني الخدمه. كنبقاو نخدمو نمشي ونرجعو مع هاد ثلاثه العوينات، ما كنزيدو ما كننقصو حتى نوصلو لهنايا. صافي انا بقيت كنخدم في هذا اللون حتى كملت هاد العوينات هادو اللي عندي هنا، وهنا خاص يولو عندي 9، غنحسبوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 هاد 9. صافي الحساب هو هذاك، غنخدم هاد ثلاثه العوينات حتى لهنا صافي، ونخلي هاد الخيط هنايا. نرجع لهنا غنخدمو هاد المربع هذا في هاد اللون هنايا، حنا دايرين ليه مخويطات قصار. بالنسبه لهنا لهاد الزواقه هادي، هنا في الزواقه الاولى انا كنت خدمت هاد اللون بوحدو وهذا بوحدو، دابا لا غندير معكم طريقه اخرى غنخدموا هاد اللون كامل من هنا حتى لهنا. المهم نتوما غير بداو الزواقه من الاول حتى الاخر، والطريقه اللي عجباتكم خدموا بها. المهم ما راه بحال غير هي هاد الطريقه اللي وريت لكم، فراه ما كتمحنكمش، ما كيطيحوش لكم العوينات وما كيتزادوش. اما الا بديتوها من هنا فانا راه جربتها بزاف، واخا كتصدق راه كيصدق فيها شويه شي مره كيتزادوا عوينات ولا ينقصوا. اما هذه الطريقه فراها زوينه، وحتى المبتدئات يمكن لهم يخدموا بها. كنبداو الزواقه من هذا الاتجاه، كنخدموا بنفس العوينات، غير نتبعوا اللوينات اللي عندنا ونتبعوا الحساب، فراه كتجي هذه الزواقه زوينه وسهله في الخدمه. ثبت الحرير هنايا، غنهز هاد ثلاثه العوينات اللي عندي هنا وغنرجع فيهم، غنبقى نخدم حتى يوليو عندي هنا ثلاثه العوينات صافي، ونحبس الخدمه. صافي كملت هنا ثلاثه العوينات، غنخلي الحرير هنا ونجي لهنا نطلع هاد اللون هذا. انا مركبه هنا الصفر، كنكون مركبه الحرير من قبل. هنا غنخدم غير هاد شويه هذا، فدرت الخيط غير قصير، نثبته هنا، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونهز هاد ثلاثه العوينات، ها وحده ها جوج ها ثلاثه، نبقى نرجع معاهم. نشد هنا ونرجع مع هاد ثلاثه العوينات. صافي هنا ولاو عندي 6 العوينات، 1 2 3 4 5 6. صافي نحبسوا هاد اللون هذا، انا بغي نخدم بهاد الغوز هذا نديه حتى لهنا. هانتوما كيف ما عندي هنا، بغي ندي هاد اللون هذا اللي هو هذا، ها هو عندي هنا، خاصني نديه حتى لهنا. انا يلا خدمت غير حتى لهنا،
حتى لهاد الصفر هذا اللي دايره انا هنا. دابا باش ندي هاد اللون في الزواقه الاولى راه خدمت هذا بوحدو، عاد من بعد خدمت هذا، ولكن هنا غنخدموها بطريقه اخرى. غنديو هاد اللون كامل من هنا حتى لهنا، يعني خاصنا نخدمو هاد المثلث هذا في اللون ديال التوب، نسبقو هاد المثلث هو الاول، عاد نديو هاد اللون حتى لهنا. انا هنا رشيت ليا هاد الخيط هذا اللي في الجناب، كنبقاو نديوه نديرو مخويطات طوال باش نبقاو نخدمو بهم. هنا غنخدم معاكم هاد المثلات بنفس الطريقه اللي خدمنا في هاد الجهه. غنهز هاد ست العوينات، في الاول بديتو من هنا من القنت، ولكن دابا غنجرب هاد الطريقه. راه حتى انا اخواتي كنبقى غير نجرب حتى كنلقى الطريقه اللي هي سهله وتتجي في الخدمه صحيحه. راه تنقدر نخدم بالطريقه ومن بعد ما كيخرجنيش الحساب وكنحلها. غنديروا هاد الطريقه هذه، نهز هاد ست العوينات كاملين، ملي نوصل لهنا نرجع فيهم. هاد السطر الاول غنخدموا هاد ست العوينات كاملين، ملي نشد في التوب نرجع نشد هنا ونرجع. ها وحده جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، ها سته. نرجع مع هاد العوينات، وحده جوج ثلاثه اربعه ها خمسه. دابا غنقص عوينه ونشد هنا في التوب، هاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها صافي. ونرجع مع هاد العوينات، نوصل لهنا ونرجع عادي، واحد جوج ثلاثة أربعة. العوينة الأخرى ما نخدمش فيها ونشد في التوب. تنديروا هاد الطريقة باش نخدمو مثلث، كل سطر نقص عوينة من جهة التوب، وهنا كنبقاو غاديين نخدمو في هاد العوينات وحدة فوق وحدة. دابا نخدم غير ثلاثة، جوج، ها وحدة، ها جوج، ها ثلاثة. العوينة الأخرى ما نخدمش فيها ونشد هنا في التوب. نعاود نرجع، هاد الضربة بعد غنقربها شوية، خاصنا نمشيو بهاد الضربات اللي في التوب مقادين، وحنا راه طبعنا في الأول التوب باش ميجيناش مفاوت. نشد هنا صافي، ونرجع مع هاد العوينات. نعاود نرجع وننقص عوينه، العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونشد هنا في التوب. نعاود نرجع هنا، العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونشد هنا في التوب. هنا كتبقى لينا هاد العوينه بحال هاد الشكل، خاص هاد العوينه ضروري نجيبو لهنا. غنعاود نخدم فيها وعاد نشد هنا في التوب. خاص هاد العوينات هنا يبقاو عندنا ستة، غنحسبوهم، ها وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته. صافي، حتى هاد الطريقه تتخرج الحساب هو هذا. نديرو هاد الطريقه راها غتجي سهل. صافي، دابا ملي كملنا هاد المثلث غندوزو لهاد اللون هذا. انا عندي هاد اللون هاد الغوص، غنديه حتى لهنا، غنديه من هنا حتى لهنا حتى لعند التوب.
هنا ما بقاش ليا الحرير، غادي نركب خيط جديد. نجي لهنا، هنا عندي 6 ضربات، غنثبت الحرير هنا ونخدم هاد السطر هذا. غنهز هنا 3، ملي غنخدم هاد العوينه الاولى غنزير هاد الضربه، وهاد الخيط غنزلو لتحت. وحده، جوج، هاد 3، حتى هنا ندير نفس الطريقه. كنشد هاد الخيط هنا، كنزيرو في يدي ونخدم هاد العوينه هادي، نزير هاد الضربه وننزل الحرير لتحت. نعاود نهز هاد العوينه، كل لون كنهزو فيه 3. وهنا عندي 6، غنخدم هاد 6 العوينات. صافي، دابا غنرجع معاهم. صافي، نشد هنا في هاد العوينه وغنبقى نخدم في هاد العوينات حتى يوليو عندي هنا 3. صافي اخواتي، انا بقيت كنخدم حتى ولاو عندي هنا 3 العوينات. دابا غنجيو لهنايا غنخدموا مربع في هذا اللون هذا، هنا في هذه البلايصه نثبت الخيط هنا في هذه العوينه، نهز هذه العوينه ديال الحرير ونهز 3 من هنا، وحده، جوج، ها 3، نرجع فيهم. صافي، كملت هذا المربع هذا، دابا غنرجع لهذا اللون هذا. انا ضروري غنحط لكم هذه الصوره اخواتي باش تتبعوا عليها. هذا اللون الغوص عندي هنا، غندي حتى لهنايا حتى الفوق هذا المربع اللي درت دابا. غنهز هذا الخيط هذا ونخدم حتى الفوق هذا المربع، نشد هنا، هنا راه بقاو لي 3 العوينات، نهز هنا 3 العوينات، وحده، ها جوج، ها 3، ننزل هذا الخيط لتحت تنزيرو هذا الخيط وننزلوه لتحت ونهزو هاد 3 العوينات ديال هاد اللون. ضروري نزيرو هاد الضربه الاولى
وحده. هجوج هتلاتة ندوزو اللون الاخر عاوتاني تنشدوه نزيروه. هاد العقده الاولى تنزيروها ونهزو هاد ثلاثه العوينات ديال هاد اللون الصفر. نهزو هاد ثلاثه العوينات ديال هاد اللون صافي. دابا نرجعو معاهم، عندنا ثلاثة هنا وثلاثة هنا هي ستة وثلاثة تسعود وثلاثة اتناش. نرجع فيهم صافي. نشد هنا ونبقى نرجع في هاد العوينات حتى يوليو عندي هنا ثلاثة وعاد نوقف. صافي انا بقيت كنخدم حتى ولاو عندي هنا ثلاثه العوينات. نزلت الخيط لهنا غنثبتو هنا. هنا ما عندي العوينه لا والو، غير فين شاده هاد الضربه غنثبت هاد الحرير صافي ونحيدو. غنكمل هنايا هاد المثلث هذا باش نصيب فين ندي الصفر. غير تبعوا معايا اخواتي غير المره الاولى، تبعوا الفيديو ومن بعد غتكملوا بوحدكم. راه الزواقه سهله وحتى الطريقه ديال الخدمه سهله. انا عندي الخيط هنا غنهز من هنا ستة، نجي لهنا ونهز ستة. صافي نرجع فيهم غنخدم هاد المثلث باش هاد الصفر نصيب فوقاش نخدمه. السطر الاول اخواتي كنخدم ستة العوينات كلهم حتى السطر الثاني، عاد غنبدا نقص في العوينات باش يخرج لي الحساب هو هذاك. المهم السطر الاول ما تطيحوش، يعني ما تنقصوش العوينه حتى السطر الثاني. غنرجع مع هاد ستة العوينات، ها وحده ها جوج ثلاثه اربعه خمسه ها سته. دابا ملي غنرجع غنخدم غير خمسه، ها وحده جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. صافي نخلي هاد العوينة الأخرى ما نخدمش فيها ونشد هنا في التوب. بالنسبة لهاد الحرير هذا ما غنخدمش به، صافي نعقدو هنايا ونقطع.
ملي نوصل لهاد اللوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونشد في التو. نبقى غادي اخواتي بهذه الطريقه حتى نكمل هاد المثلث. صافي هنا وصلت للاخر، غيوليو عندي هنا 6، وحده جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، وضروري هاد العوينه نجيبوها نثبتوها هنا عند التوب. هنا راه ولا لي الخيط قصير، غير حاولت معاه حتى كمل لي هاد المثلث. دابا غندخل هاد الخيط هنايا في التوب. صافي حنا خدمنا هاد المثلث هذا، دابا غنخدمو هاد الصفر، نركبوا لي خيط جديد، نثبتوا الحرير هنا. ونهزوا ثلاثة ضربات من هنا، واحدة جوج ثلاثة، نعود نرجع فيهم. هنا غنخدم مربع في هذا اللون ديال التوب بحال هذا، نثبت الخيط هنا نهز هذه العوينه ديال الحرير ونخدم هاد ثلاثه العوينات اللي بقاو ليا. دابا غنرجع لهنا غنخدم هاد الصفر. صافي غنسدو هاد الزواقة هادي، هاد الصفر غنشد هنا ونهز هاد ثلاثة العوينات ديال الصفر، وحدة جوج هاد ثلاثة. صافي غنبقى نرجع فيهم حتى نوصل لهنا.
صافي انا بقيت غاليه بهذا اللون هذا، خاصي يبقاو ليا هنا 9 ديال الضربات اولا 9 ديال العوينات، ها وحده 2 3 4 5 6 7 8 9. صافي الحساب هو هذاك، غنوقف الخدمه هنا ونسد هاد الزواقه بهذا الخيط هذا. انا حبست هاد اللون هنايا، شديت هنا في هاد العوينه، غنرجع دابا مع هاد السطر. هزيت ثلاثه العوينات ديال هاد اللون، غنجي لهنا نزير هاد الضربه الاخرى ونجي لهنا نهز هاد العوينه ونزير هاد الضربه لهنا عند اختها، نكمل هاد ثلاثه الضربات. صافي وندوز لهنا لهاد اللون عاوتاني، نهز ثلاثة ضروري نزيرو هاد الضربة الأولى. صافي نعاود نرجع مع هاد السطر. نشد هنا ونرجع مع السطر. صافي هنا كملت هاد اللون، خاصي يجيونا هنايا 12، 3 ديال هاد اللون و 3 هنا و 3 هنا و 3 هنا، غنحسبوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يعني الحساب غادي هو هذاك، غنثبت هاد الخيط هنا. صافي دابا غنخدموا هاد المثلث هذا، نحيدو علينا بنفس اللون. هنا راه تسالي لي اللون، غنركب خيط جديد وغنخدم مثلات بنفس الطريقه باش خدمت هذا. نثبت الحرير هنايا في البلاصه فين تسالي لي الخيط، نهز هاد العوينه، غادي نهز هاد 9 ديال الضربات ونخدم السطر الاول، ما غنطيحش فيه حتى السطور الاخرين، وعاد غنطيح فيهم. غادي تخدموه بنفس هاد المثلث هذا، حتى الا ما عرفتوش ليه رجعوا غير لهاد المثلث شوفوه كيفاش تخدم، خدموا بحالو هنايا. صافي اخواتي انا كملت هاد المثلث، راه بنفس الطريقه كيف ما خدمنا هادو، ما بغيتش نبقى نعاود فيها، غادي غير نطول عليكم فيديو. المهم خدموا هاد المثلث بنفس الطريقه كيف ما خدمنا هذا وهذا. هانتوما الى لاحظتوا هاد اللون الصفر سدينا هاد الزواقه هادي، دابا غندوزو نسدو هاد اللون الاخر. نجيو لهنايا اخواتي، عندي هنا 6 العوينات، غنخدم مربع في اللون ديال الثوب هنا، نثبت الحرير هنايا. بالنسبه لهاد المربعات تنديرو غير خويطات قصار، كنخدمو بهم مربع وكنعقدوه ونقطعوه. نهز ثلاثة من هنا، وحده 2، هاد 3 نرجع فيهم. صافي ملي ولو عندي هنا ثلاثه العوينات، نخلي الخيط هنايا ونكمل هاد اللون هذا. بالنسبه لهنا تركبوا خيط جديد، نجي لهنا
نثبت الحرير ونهزها ثلاثة العوينات ونخدم بهم. صافي نخدمت هنا حتى ولاو عندي هنا ست العوينات، ها واحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دابا غنجيب هاد السطر لهنا، غنهز هاد ثلاثة اللي عندي هنا، واحدة جوج هاد ثلاثة، ونشد هنا صافي. غنزديو هاد اللون مع هذا ونرجع في هاد ست العوينات. صافي غنبقى نخدم. كنبقى نخدم حتى تنهز من هنا ثلاثه العوينات، هنا تيولوا عندي ثلاثه العوينات. صافي خاصنا نحسبو هنا، نلقاو تسعود، وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. صافي هذه هي الزواقة. غنخلي هاد الخيط هنايا هانتوما أخواتي، حنا سدينا هاد الزواقة هادي. بالنسبة لهنا غادي نخدمو مثلث كيف ما خدمنا هنا. غنهز هاد الخيط، نهز هاد تسعة العوينات، نرجع فيهم السطر الأول ما نقش حتى السطر الثاني، عاد نبدا ننقص في العوينات حتى نكمل هاد المثلث هذا، وغنرجع نوري لكم كيفاش جات. انا كملت هاد المثلث بنفس الطريقه كيف ما خدمنا هاد المثلثات اللي من قبل. المهم اخواتي هذه هي الزواقه، كنوقفوها هنا. دابا غنبداو بحال هذه بنفس الطريقه كيف ما خدمنا هاد الاولى، لان كاين اختلاف في هاد التركيبه ديال هاد الالوان. غنخدموا بحال هاد الاولى، ومن بعد بنفس الطريقه كيف ما في الفيديو غتخدموا هذه. في الاول غير تبعوا مع الفيديو، ومن بعد غتفهموا الطريقه وغتجيكم سهله وغتخدموها بوحدكم. المهم راه هذه هي راندا اخواتي، نتمنى هاد الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضحين الاعجاب ديالكم. انا غنخلي لكم النمره ديال الواتساب ديالي، الا ما فهمتوا شي حاجه نزيد نشرحها لكم اكثر. ما تنساونيش اخواتي الا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، واللي لقيتوها باغه تعلم راندا ولا مهتمه براندا فشاركوا معها الفيديو. وشكرا لكم وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.